خسر المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول نحو 8.9% من قراءته، وذلك منذ مطلع مايو الجاري بفعل أزمة الليرة التركية وضعف الثقة بالاقتصاد المحلي، حيث تشهد الليرة أسوأ فتراتها منذ أبريل الماضي، وذلك بتراجعها مقابل الدولار على خلفية ضعف الاقتصاد من جهة، واستمرار تدخلات الرئيس التركي أردوغان في السياسات الاقتصادية والنقدية في البلاد.